قبل ان تصل للمرمى بين مشوف لابا 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 يراوغ لابا يتجاوز داري تقريبا انهزم التكنوتي انهزم التكنوتي في هذه اللقطه ولكن القائم نعم ينوب عنك يا التكنوتي. فيها لمستي بالفعل يعني ما دولا باكوتشو يعيش جماهير وجديه على اعصابه. التعادل الديربي يشتعل في اللحظات الاخيره هدف لكل فريق. لمسي وبدا ورد عليه النادي البركانية ركله جزاء لكل فريق الاولى كانت لوجده والثانيه لبركان والديربي يعود لنقطه الصفر واحد مقابل واحد. طبعا الحال التعادل سيكون احسن من الهزيمه بالنسبه لجماهير البركانية خصوصا من امام فريق المولود. الاداء المميز الذي قدمه للانديه المغربيه. هذه الدربلة الحرة عمار داخل منطقة الجزاء فرصة لابا كوتشو يفتتح باب التهديف لأسياد الشرق. أسياد الشرق حاضرون، أسياد الشرق يسجلون، أسياد الشرق يباغتون. 87 فريق الجيش الملكي وبالتالي فريق تحدث على الكأس الكونفدرالية فيما في دور الأبطال غادي تستضيف فريق الوداد البعثة من الدور التمهيدي الفائز. هذه فرصة محاولة تغيير الهدف الأول بواسطة لابا كوتشو الهدف الآن الخطير في هجوم فريق النهضة البركانية. لابا كوتشو في المكان المناسب لاعب الطوغوري كيوضع الكرة في الشباك 1-0 لفائدة الفريق الزائر اللي كيتمكن من توقيع الهدف في مرمى الحارس صلاح الدين شهاب. إذن بداية قوية للمباراة وللنهضة البركانية اللي قلت بأنه يبحث عن نتيجة إيجابية في هذه المواجهة من أجل رفع المعنويات وشحن البطاريات قبل اللقاء النهائي على منافسة كأس العرش أمام فريق الوداد الفازي. نتابعوا هذه الفرصة، نتابعوا من جديد التمريرة، التمريرة كانت ممتازة من أمين الكاس. لاحظوا من جديد التمريرة ديال أمين الكاس ولابا كوتشو ما كانش فاضي ديال التسلل والحكم يقر بصلاحية ديال هذا الهدف 1-0 لفائدة فريق النهضة البركانية. كيجي تقريبا في حدود الدقة السابعة من بداية تحدث عن عطال يخرجها لا ينكرها أحد، ولكن هو مطالب بأن يشتغل أيضا على تموقع ويشتغل على الجانب الدفاعي. سيفي بالراس او فودولابا يسجل الهدف الاول لمنتخب التوغو في الدقيقه 9 من انطلاقه الشوط الثاني. كوتشو فودولابا لاعب نادي نهضه بركان المغربي يفتح مجال التسجيل للمنتخب التوغولي عند الدقيقه 9 بهذه الراسيه. ايضا ممنوع على مستوى دفاع منتخب كل واقف في ركنيه مثل هذه يجي واحد يضربها بالراس امامكم كلكم وانت تتفرجوا ويحطها في الشباك. لو كانت في القائم الاول وسبقكم معليش، لو كانت في القائم الثاني وخرج لكم معليش، لو كانت مرتد. الكره تلعب بالراس ركزوا شويه معنا، حذاري حذاري.